خرجنا بعزم وصرار احلى عمر بالابداع رواية احلى بالاسماع بنرويها بطرب وايقاع فلا احلى من الابداع جبنا كرسي شيخ وراك الكرسي بعد الله والدماء الزكية طاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن قمنا بحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 خليها على الله غريبة مرت الأيام سريعة كأنها أحلام وصلنا لآخر المشوار تفرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر تفضل تفضل الشباب بسم الله رواية أحلى بالأسماع بنرويها بضرب وإيقاع فلا أحلى من الأبداع في صحبة حلوة غمتنا تعلمنا وتنافسنا اختلفنا واتفقنا كثير وحب الديرة يجمعنا في صحبة حلوة غمتنا تعلمنا وتنافسنا اختلفنا واتفقنا كثير وحب الديرة يجمعنا ويا ما الهم وحدنا ويا ما الفرحة عمتنا ويا ما الهم وحدنا ويا ما الفرحة عمتنا وآخرها تخرجنا وعسى الله لا يفرقنا غريبة مرت الأيام سريعة كأنها أحلام وصلنا لآخر المشوار تخرجنا بعزم وصرار رحلة عمر بالليل اثنين؟ تحلم اي او مش مشكلة لا ما عندي غريبة مرت الايام سريعة كأنها احلام وصلنا لآخر المشوار تخرجنا بعزم وإصرار رحلة عمر بالأسماع حقيقة بدون مجاملة أحلى جروب وأحلى ناس ويعني أشكركم جدا وواحد يعني كان سعيد معاكم بكل لحظات اللي كنا بها الله يبارك يعني ناس حماسة يعني أول واحد استاذ مفتاح بس بعد واحد اسمه خالد وكلهم ما شاء الله في قمة من الأخلاق والمحبة كلهم يعني ما أستطيع يعني هذا كله ليش أول مرة في الزيارة أول مرة لا بس دير بالك عصبيين أنا مجرب شوية وبعدين طيب صوت عالي صوت عالي والقلب خالي لا هاي اختلف هاي سيستمه شوي عنده كنترول قوي يعني وكنا للأمل صناع تعلمنا نحب الخير نزرع غرتنا من فحر البدع وكنا للأمل صناع تعلمنا نحب الخير منهجنا تميزنا قيم وأخلاق صاغتنا
تميزها بيم وخلاق.